تسريب فيديو لصفاء سلطان من إحدى حفلات الزفاف في سوريا، ما فعلته مع سحر فوزي فاجأ الجميع. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية مقطع فيديو للممثلة السورية صفاء سلطان خلال تواجدها في إحدى حفلات الزفاف ظهرت فيه برفقة الممثلة السورية سحر فوزي. وفي التفاصيل، ظهرت صفاء في الفيديو وهي تدق على الدف بطريقة طريفة، حيث شاركت العروس وصلة رقص إلى جانب عدد من الأصدقاء والأقرباء. وكانت طريقة صفاء بالدق على دف احترافية نالت اعجاب المتابعين الذين اثنوا على مهارتها. وفي الفيديو ايضا ظهرت الممثلة السورية سحر فوزي وهي تتمايل على انغام اغنية الفنانة سميرة توفيق اسمر يا شب المهيوب، بينما استمرت صفاء سلطان بالعزف لتزيد الاجواء حماسة. الفيديو لاقى تفاعلاً كبيراً بين المتابعين الذين أثنوا على عفوية صفاء سلطان المعهودة والتي تميزها في كافة المناسبات، كما علقوا على الأجواء المميزة التي تخلقها أينما حلت. هذا وأطلت صفاء سلطان في هذه المناسبة بفستان مميز وأنيق باللون الذهبي، وانتعلت معه حذاء باللون عينه، كما اعتمدت تصفيفة شعر لافتة ومكياجا ناعما، إذ انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لصفاء سلطان أثارت إعجاب المتابعين. من جهة أخرى، كانت الممثلة السورية صفاء سلطان لفتت الأنظار في وقت سابق بعد انتشار مقطع فيديو لها برفقة ابنتها إيميلي وهما ترقصان في إحدى حفلات الزفاف، حيث أظهر الفيديو الحب الكبير بين صفاء وابنتها من خلال التفاعل والعفوية المميزة بينهما. وفي مقابلة مع فوشيا تحدثت صفاء سلطان عن العلاقة التي تجمعها بابنتها والتي ازدادت خصوصاً بعد فترة مرض صفاء ووقوف ابنتها إلى جانبها معظم الوقت، مشيرة إلى أنها نقطة ضعفها. المشي احنا الحشم ودي السلطانة وتتسلطن نغني معاها ونتسلطن. على صعيد آخر، نشرت الممثلة السورية على حساباتها عبر مواقع التواصل صورة ظهرت فيها برفقة والدتها، حيث غزلتها بكلمات تشيد بجمالها، مشيرة إلى أنها ترغب دائماً في أن ترى ضحكة والدتها وأن تظل بجوارها، حيث أرفقت الصورة بالتعليق التالي: ماما يا عمري يلي بعشق ضحكتها، ويا رب ضل ضحكتك منورة حياتنا وصارت ابتسامتك أحلى وأحلى.